ايه ده؟ ده مش مصدق نفسي على فكره، وانا كده خلاص هنطير. ايوه. كابتن حسناء تيمور من القائدات الطيارات القليلين في مصر للطيران. اشمعنى فكرت تكوني كابتن طيار؟ والله انا حبيت الطيران من وانا صغيره، بس ما كنتش اعرف ان ممكن سيده تلتحق بهذا المجال. قريت اعلان في الجورنال ان طالبين دفعه جديده من الطلبه الطيارين يلتحقوا بالاكاديميه الطيران، فبصيت على الشروط كويس قوي، لقيت انها كلها مطابقه عليا وما فيش حاجه بتقول ولد ولا بنت ولا كده. فروحت لبابايا وقلت له ما تيجي نجرب. فتحمس جدا وراح معايا، ورحنا فعلا سالنا في الاكاديميه وكده. اكتشفت ان في سيدات سبقوني في هذا المجال، وكان في كابتن لطفية النادي وكابتن عزيزة محرم، فاتبسطت جدا وقدمت اوراقي وكده. وكانت اول حاجه المفروض علينا ان احنا كان في امتحان كشف طبي، اكتسته الحمد لله. بعديه كان في امتحان قدرات، وبعد نجاحي في الاختبارات دي كلها التحقت بالشركه ودنيا وبشتغل. انا عايز اعرف بقى الشغل ده، احنا موجودين في سيميوليتر، ده المكان اللي احنا فيه، يعني ده مش طياره حقيقيه، ده سيميوليتر. السيميوليتر ده بنيجي السيميوليتر كل 6 شهور عشان نتدرب على كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل للطياره، من عيوب او سوء احوال جويه او اي حاجه ممكن تصادفنا خلال الرحله، كان بالظبط انت جوه طياره حقيقي وفي رحله واقعيه. يعني لما الناس بتسمع صوت كابتن الطيارة واحدة ست، أيوة، في ردود أفعال معينة بتجيلك حتى عن طريق الكرو؟ في مرات كتيرة بصراحة بتيجي المضيفة وتبلغني إن الركاب فخورين جدا إن في سيدات، وما كانوش يعرفوا إن في قائدة طائرة في مصر النهاردة، بيبقوا مبسوطين وهم نازلين حتى من على السلم أو طالعين بيقعدوا يشاوروا لي. حد بيخاف؟ والله حصل لي مرة موقف كده طريف شوية، كان في راكب على الطيارة، مضيفة بلغتني ان هو عايز ينزل ومش عايز يكمل الرحلة بتاعته لما عرف ان انا القائد الطائرة سيدة، فقال ما حدش بلغني وانا عايزة انزل من على الطيارة. فالمضيفة طبعا قالت له لا مش هينفع تنزل من على الطيارة، الرحلة ما ينفعش ترجع. وبعد لما وصلنا صمم ان هو يقابلني ويسلم عليا ويشكرني، انا كنت فرحانه جدا بصراحه. عايزه اطلع رحله واقعيه واكون مساعد طيار لمره في عمري، ممكن؟ قوي قوي. نبدا سوا. تيكو انجن ستابلايز. ينفع اتكلم معاك؟ تيكو باور سيت. اوكي اتكلم معاك عادي يعني في السيميليتر ممكن، انما في الحقيقه لا. لازم تكوني مركزه جدا. ايوه. التركيز الشديد ده بيحملك ضغط ذهني وبدني؟ اكيد بيحملني، بس هو ده شغلي اللي انا اتدربت عليه وتعودت عليه. كده احنا بنطلع. فاستر بريت جيرز اب، ممكن ترفع لي جيرز اشد لبره ولغايه الاخر فوق خالص. اوكي انا كده انا اللي رفعت العجل. ايوه مش بقول لك انت النهارده على الكوبايلوت، انت لازم تشتغل معايا. اوكي قولي لي اعمل، قولي لي فاست 1 1 اوكي 1 تعمل فوق 1 اوكي اوكي. الشغل ده بيتطلب مجهود عصبي ولا ذهني؟ بيتطلب مجهود عصبي اكتر بالتالي، وذهني طبعا بس عصبي اكتر. فلابس اب تحطها على الزيرو. المهم انت ما تطلعش من التراك اللي انت ماشي عليه، انت عندك شغل بتعمله، لو اي حاجه عملت لك انترفيرنس بترجع برضو، انت مش ناسي الطياره ومش ناسي اكنها جزء منك يعني. بالرغم من انه المجتمع ده مجتمع الطيارين ذكور دايما، بيشوفوا ان ازاي ممكن سيدات بيقتحموا المجال ده وبينافسوهم فيه. دلوقتي انا شايله مسؤوليه الطياره دي ومسؤوليه سمعه الشركه ومسؤوليه الركاب، ان انا اوصلهم الديستنيشن بتاعتهم، اهم حاجه يوصلوا بسلام وهم مستريحين اثناء الرحله. انما انا ما بعملش حاجه مختلفه عن الرجال ولا بعمل حاجه بشخصيتي، انا اتدربت على حاجات معينه هي دي اللي انا بشتغل بيها. احنا ايه اللي حصل دلوقتي؟ شويه ويذر كده سسبنس. انا واحد قلت طب ايه اللي حصل؟ الطيار او المضيف او المضيفه بيقضوا اوقات كبيره بره ووقت طويل بره، ازاي ده بينعكس على حياتك الشخصيه؟ والله يعني
انا حياتي في بيتي، انا عندي اولاد وكده، بس انا في الشغل ببقى مركزه في الشغل، وفي البيت ببقى انا متفرغه لبيتي واولادي طول الوقت. انا بحب اعمل كل حاجه لاولادي، يعني زي اي ام، زي اي مراه موظفه. المجتمع، دايره المجتمع اللي حواليكي في الاسره وفي العيله متفاهمين طبيعه شغلك؟ في الاسره وفي العيله هم اتعودوا على كده، بس اللي ابعد يمكن شويه بيبقى فيه اسئله كتيره جدا. في اي مثلا مكان نروحه او كده ممكن يسالوني اسئله كتير، ما بيبقوش متخيلين طبيعه الشغل عامله ازاي. في الشغل دايما كابتن طيار، حتى وهي ست اهي، لما بتلاقي في الثقافه كل حاجه بتميل نحو ان هو يعني تذكير المهن بشكل معين او كده، ازاي ممكن نغير ده في حياتنا؟ اهو زي ما انا عملت كده، اديني اثبتت ان ممكن المراه تشتغل وتجتهد وبرضه توصل لاي مركز هي عايزاه باجتهاد وتنظيم وقت وتنجح وتستمر. نفسك ايه واحنا في الارتفاع ده؟ عايز تعمل ايه؟ نعمل لاندنج مثلا؟ اوكي ممكن. واوي.